لتسليط الضوء مشاهدينا على التوتر في مدينة كركوك، معنا هاتفيا من بغداد دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور قحطان. إذا بداية، كيف تقرأ تلويح مسعود برزاني باستعادة السيطرة على كركوك بدون اللجوء إلى خيار القوة؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالقناة والمشاهدين الكرام. حياك الله. بالتأكيد موضوع كركوك تبقى على طول الخط محل جدل وقلق وعدم ارتياح وعدم توافق، وذلك للاختلاف في وجهات نظر في كيفية إدارة كركوك وماذا تعني كركوك بالنسبة لما يسمى الأحزاب الكردية أو القومية الكردية. هذا من جانب آخر. لا ننسى أن البرزاني عندما هزم، وهي هزيمة واضحة، في السبتة لجأ إلى ما يسمى أنه يكون مقاتل، وبالتالي فإن إبقاء موقع كركوك لدى هؤلاء واستخدام لهجة المقاتل تعني إمكانية إعادة استخدام القوة في رأيي الشخصي لإعادة كركوك، لأن استمرار كركوك بعيدة عن إدارة برزاني تعني انتهاء برزاني. بالمقابل أيضا عملية إدارة كركوك من قبل حكومة بغداد لم تكن موفقة، سيما وأن تلك القوة التي تنتمي إلى تنظيمات حشد وسواها التي تعكس حالة من عدم الوطنية الشاملة لإدارة كركوك. إذا كركوك ستعاد مرة ثانية وستكون هي أيضا مفصل حيوي في عملية حجم هذه المعاناة مع تحركات قوات البشمركة. هل نحن أمام صراعا من الممكن أن يتحول إلى عسكري، وإلى أي مدى سيؤثر هذا التصعيد في مسار الأزمة؟ لا، التصعيد ليس بعيدا بالمرة، ولكن لا يمكن أن يخرج التصعيد من توافقات إقليمية لأن ذلك ينعكس على إرادة الدول الإقليمية في المنطقة. ولعل زيارة نيف جروان الأخيرة إلى إيران قد تعطي دالة على أن هناك نوع من التوافق أو نوع من الترتيب أعد. ولكن في الوقت الحاضر أتوقع عملية استخدام القوة ليست بالمنطق، وذلك لأن برزاني قد يخسر الكثير ذلك إذا ما ذهب باستخدام القوة. ولكن التلويح باستخدام القوة والتلويح بالحشد وإظهار عملية رغبة شعبية لإعادة النصاب الأمور كما كانت قبل الفترة في الاستفتاء قد يكون هي ورقة رابحة لدى برزاني للضغط على حكومة بغداد للحصول على تنازلات. ولا تزال يعني هناك تصريحات وسجالات، بعض النواب الأكراد قالوا إن سلطات كردستان العراق ترفض تقاسم السلطة في كركوك، ما دلالات مثل هذه التصريحات؟ بالتأكيد هو نوع من الالتزام في مبدئيات التي يقتنع بها هذا الجهة، ولكن أنا أرى في أن عملية تقسيم السلطة وإدارة تذهب بالنهاية إلى إدارة أخرى غير أن تفرد بها الكردية كما كان عليه قبل الأحداث الاستفتاء. ولكن هي هذه الورقة الضاغطة لدى الأكراد في الضغط على ترتيب التآلفات في منطقة كركوك وسواها، والضغط أيضا على الجانب التركماني في المنطقة. إذا هي ورقة ضغط أكثر، ضغط أكثر من هي ممكن أن تغير واقع الحال. ومع هذا ذاك في تصورنا أن برزاني ما عاد يملك شيء من الفاعلية على مستوى العلاقات الدولية بعد أن ذهب بعيدا في الاستفتاء بعيد عن الرغبة الدولية، لذلك يلجأ إلى عملية تصعيد حالة الاقتتال أو شابه ذلك عسى أن يصل إلى حالة معينة، ولكن سيحسب لذلك ألف حساب قبل أن يتخذ بخطوة حقيقية تجاه تطبيق عملي للتهديد. من أجل ذلك الجبهة التركمانية أعلنت عدم تأثير مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني للانتخابات في كركوك. وفق هذا التصريح، كيف ترى الأوضاع في كركوك مع قرب موعد الانتخابات؟ كركوك أيضا ستكون في تصوري معضلة كبيرة في الانتخابات، فيما بعد عملية احتمالية تأجيل أو تأجيل انتخابات المحافظات والإدارات المحلية، وذلك لأنه تبقى عملية فراغ سياسي وعدم وضوح لإدارة أكثر فاعلية وأكثر تأثير في كركوك. هذا من جانب. جانب آخر، عملية التوافقات التي بدأت مع قوى معينة في كركوك مع عبادي ومع قوى أيضا أخرى تجعل كركوك أكثر تعقيدا، لذلك تذهب الأمور إلى التعقيد أكثر فأكثر. وكلما أيضا كانت تركيا بعيدة عن
المشهد المباشر تكون الامور اكثر خفه، ولكن في تصوري ان تركيا سرعان ما سوف تتدخل بشكل باخر عندما ترى هناك اهتماما وصاعدا في كركوك، وبالتالي تعقد الامور اكثر فاكثر. شكرا جزيلا لك، هاتفيا من بغداد دكتور قحطان الخفاجي استاذ العلوم السياسيه.